ان شاء الله. ابو حميد اجي لك، انت ليك مشوار طويل بره مصر يعني شويه. انت طبعا ابن الاتحاد السكندري. مظبوط. خرجت سن صغير، رحت لعبت في دوري المدارس. رحت لعبت مدارس. طلعت سنة سن كام طلعت يا ابو؟ حوالي 16 سنه. 16 سنه. رحت على انهي ولايه هناك؟ رحت على تكساس. تكساس. لعبت كام سنه في المدارس يا ابو؟ رحت هناك حوالي 3 سنين. 3 سنين. يعني بتهيألي دنيا غير الدنيا. لا طبعا مختلفه. ايه بقى الوضع؟ ايه اللي كان يفرق يعني هناك؟ طبعا انا رحت فاهم سني صغير، ما كانش عندي ما اعرفش اي حد هناك فاهم. كنت لوحدي، فما كانش حد يساعدني ولا اي حاجه، فتعودت اللي هو انا قاعد لوحدي على طول انت فاهم. والباسكت هناك غير هنا. هناك طبعا كلهم بيجروا وينطوا وكل الكلام ده، فكنت لازم اعمل ادجست لكل اللي هو الباسكت بتاعهم وكده. فبس قعدت 3 سنين في المدارس. وبعد كده رحت جامعه. بعد كده رحت جامعه نفس الولايه في تكساس ولا رحت حته ثانيه؟ رحت اول سنه في نفس الولايه في تكساس في هيوستن. هيوستن. بعد كده اتنقلت لفيرجينيا. تمام. قعدت سنتين هناك، بعد كده اتنقلت لفيرجينيا، وبعد كده بفيرجينيا قعدت سنتين، وبعد كده اخر سنه رجعت لتكساس تاني. تكساس تاني. يعني تكساس فيرجينيا سنتين، قعدت 4 سنين كده تقريبا صح؟ بس سنة. اول سنه في هيوستن ما لعبتش. فدي ما تتحسبش. هم المفروض تلعب 4 سنين، فانا رحت لعبت سنه، وبعد كده رحت لعبت سنتين في فيرجينيا، وبعد كده رجعت لتكساس. صحيح. طب انت اكيد ضافت لك حاجه دوري الجامعات غير المدارس؟ طبعا. طبعا الاجسام هناك اقوى. طبعا فيزيكا. الناس هناك لعبت اللي هو قدام ناس كتير دلوقتي اصلا بيلعبوا في الـ NBA. زي مين؟ زي مو بامبا. يا راجل. لعبت معاه ولعبت قدام تري يونغ، مش عارف لو عارف البوينت جارد بتاع اتلانتا. فلعبت قدام ناس كتير انت فاهم. يعني كنت تمسكه؟ طبعا. يعني قعدت دلوقتي حاجه جميله جدا. طبعا. ونفسك كويسه انت فاهم، اللي هو اداني اكسبيرينس كويسه انت فاهم، ان انا بلعب قدام الناس ديت. فانا مبسوط اصلا من اللي هو الكارير اللي هو بتاعي. وكمان عايز اقول لك على حاجه، انت يمكن ده اهلك ان انت تروح جورجيا بعد كده يعني. نادر. بص اغلب لعبتنا يمكن انت وعاصم، يمكن صح احمد، هو وعاصم مرعي بس اللي طلعوا من دوري الجامعات راحوا اوروبا. بالظبط كده.